اسمي ندى وعندي 27 سنة ووزني يعني حوالي 120 كيلو. أنا سمعت عن دكتور كريم صبري من ناس كتير وشوفته في التلفزيون، وناس كتير بتشكر أنه يعني دكتور شاطر جدا، ومحدش بصراحة اشتكى من العملية خالص، وده اللي طمني يعني أن أنا هعمل تكميم إن شاء الله النهاردة. بقالي 10 سنين تقريبا وبنزل وبطلع، فموضوع بالنسبة لي بقى أزمة يعني، فبإذن الله هعمل العملية النهاردة مع دكتور كريم صبري وإن شاء الله خير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور كريم صبري، هشرح لكم شوية حاجات عن تكميم المعدة في الأوزان اللي هي مش عالية، يعني الأوزان اللي هي مش 200 كيلو 240 250، الحاجات دي احنا بنعملها دايما، لكن في فئة من الأوزان وفئة من الأعمار المفروض احنا نتكلم عليها برضو، اللي هي الأوزان اللي هي ما بين 110 120 130. الأوزان طبعا احنا يعني دي من الناس أو الفئات اللي هي مصابة بالسمنة المفرطة، ومعظم الناس بتقول ان احنا لسه مش في نطاق الناس اللي هم بيعملوا عمليات او اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا نزول الوزن. خلينا اقول احنا مش لازم نوصل لدرجه سنيه كبيره او درجه وزن عاليه قوي عشان نعمل عمليات تحويل مسار او تكميم معده، لا، يعني طالما الوزن او كتله الجسم زاد عن 35 وابتدينا نشتكي من مضاعفات للسمنه، المفروض ان احنا ناخد خطوه فعليه لعلاج السمنه المفرطه. احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات، او الناس اللي ما عندهمش ادمان للسكريات او شوكليتس او الايس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق، الناس اللي هم ما عندهمش سكر يعني يمكن دخل في مضاعفات او بياخدوا جرعات عالية من الانسولين، يمكن بنفكر بقى في تحويل مسار في الناس دول. الحقيقة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم الوجبة، بتزود نسبة الجوع شوية، لان هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات او هرمون الجريلين. الجزء المعده اللي احنا بنشيله او بنصغر بيه حجم المعده بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي، وبالتالي بنشبع عند وجبه صغيره، ما بنجوعش على فترات كبيره، وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد. تكميم المعده هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه ما بعد اجراء العمليه. يمكن المنظار بيساعد ان احنا نرجع لنشاطنا الطبيعي او العمل بتاعنا بعد يوم من اجراء العمليه. الحقيقه طبعا عمليه تكميم المعده من العمليات السهله، وممكن احنا بنحبها كمان في السن الصغير، الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فتره كبيره بنعمل لهم تكميم اكتر من تحويل، وخصوصا في السن الصغير، الناس اللي هم الاطفال او السن المقبلين على الزواج او في بدايه العمر، ممكن كمان ده يعني بنحبه كمان في الناس اللي هم فوق سن 60 سنه، ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز او يبقى يحصل لهم اي نقص فيتامينز ما بعد العملية. وبالتالي تكميم المعدة هي من العمليات اللي هي الناجحة جدا في إنقاص الوزن، والجميلة والفعالة والسهلة كمان في إقامتها، ويمكن بنرجع لنشاطنا في خلال يوم ما بعد إجراء العملية. هنطمنكم على الأستاذة ندى بعد العملية إن شاء الله، وبالتوفيق بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور كريم صبري. الحقيقة طبعا ان دي عملية تكميم معدة. تكميم معدة دي عملية بسيطة بتجرى بالمنظار زي ما انتم شايفين خلال فتحات صغيرة. احنا دلوقتي بنفصل الدهون عن المعدة، الدهون دي طبعا بالآلة اللي هي نيكو بيها، دي طبعا الترا بايبولر، يعني اللي هي الليجا شور. طبعا في حاجات التراسون كويفز اللي هي الهارمونيك. طبعا احنا بنفصل المعدة عن الدهون اللي هي محاطة بيها بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، طريقة سيمبل جدا. طبعا الاجهزه دي لازم تكون متطوره شويه عشان تقلل فرصه النزيف ما بعد العمليه. بنفصل الدهون عن المعده، ويعني الدهون اللي هي ما بين المعده والقولون، الدهون ما بين المعده والطحال زي ما احنا شايفين، واي التصاقات حواليها لازم نفكها كويس، بحيث ان احنا قبه المعده نفسها ما تبقاش لسه فيها اجزاء باقيه، وبالتالي المريض بيزيد في الوزن ما بعد اجراء العمليه، بيبتدي يسال طبعا انا ما بخسش ليه، وتلاقي المعده بتاعته لسه ستيل كبيره ويعني متسابه، اللي هو الجزء اللي احنا بنسلك فيه ده اسمه قبه المعده. اي التصاقات طبعا حوالين المعده بنفكها، عشان طبعا دي احيانا بتكون سبب في التواء المعده زي ما احنا شايفين كده.
معده تماما متسلكه كويس قوي زي ما احنا شايفين اهو كده. انتهت مرحله التسليك، لان احنا بنوصل لعضله اللي هي بتقفل بوابه المعده السفلى السفليه اللي هي دي، بنسلك لحدها اهو زي ما احنا شايفين دي البوابه. طبعا في اثناء التدبيس لازم ناخد في وجه الاعتبار ان احنا ما نضايقش المعده زياده عن اللزوم او نسيبها واسعه زياده عن اللزوم. طبعا اثناء التدبيس المفروض ان احنا ما نمسكش مساحه واسعه او ناخد مساحه اكتر من الطبيعي بحيث المعده ما يكونش فيها اي نوع من الضيق، او وده ممكن يسبب للعيان طبعا نوع من الترجيع ما بعد العمليه او نوع من المشاكل. نطمن طبعا البوجي موجود. احنا لما بندوس الدباسه او بنضرب الدباسه بتبتدي هي بتدبس ثلاث صفوف يمين وثلاثه شمال، و في سكينه في الوسط ما بين الدبابيس زي المنظر اللي احنا شايفينه. ممكن داخل البوجي شويه، نطمن على البوجي اختاروا ايه، او الكاليبريشن تيوب اطلع فوق. ما نسيبش جزء خلفي خلف المعده، طبعا ده يبقى بسبب رجوع للوزن ما بعد اجراء العمليه. المعده زي ما انتم شايفين كده طالعه زي ال شيب اهو زي حرف ال. بعد كده بنجهز بقى اختبار التسريب، فاضل كده مسافه دبوس واحد وبعد كده نجهز اختبار التسريب. بعد شويه ممكن بقى نعمل اختبار تسريب، نرجع بالبوجي. هنلاحظ بقى اختبار التسريب احنا بنحط دبابيس تحت ضغط جامد، المعده دلوقتي منفوخه لدرجه كبيره تمام، عامله زي البالونه احنا قافلينها اهو، عامله زي البالونه بحيث ان هي تبقى ضغط على الدبابيس. طبعا الدباسات طالعه ستريت، مفيش دبوس يمين ودبوس شمال بحيث ان ما يحصلش فيه التواء، عامله زي الخيرايه كده زي صباع الموز زي ما احنا شايفين، حجم صغير جدا ستريت. وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضد النزيف، بنعلي الضغط شويه وبناخد طبقه زياده دهون فوق المعده بحيث ان هي بقى تقلل فرصه وجود نزيف او وجود اي مضاعفات ما بعد العمليه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي ندى وعندي 27 سنه، وزني كان 120 كيلو، وعملت تكميم والحمد لله يعني فقت بعد ساعتين ثلاثة كده، بس ما حسيتش بالوقت خالص. يعني أول ما دخلت عملت العملية وفقت ما حسيتش بوقت العملية ولا بأي تعب، وتمشيت بعد العملية على طول وكل شوية لازم أتمشى، والحمد لله العملية سهلة وبسيطة جدا يعني غير كل المخاوف اللي أنا كنت متوقعها بصراحة يعني. والدكتور كريم بصراحة دكتور محترم جدا، هو التيم بتاعه وانا بشكرهم، دكتور سمير ودكتور محمد واسراء اسيستنت بتاع الدكتور كريم، والله يعني بجد ناس ذوق جدا وناس محترمة والمكان جميل ونظيف، وانا بنصح الناس كلها انها تعمل تكميم بصراحة، يعني العملية سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على سلامتك يا ندى. والحقيقه طبعا تكميم المعده ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى الاعاده للعمل او الاعاده للحياه او الريهابيليتيشن ما بعد العمليه. هي طبعا السيكو اللي حاصل ان احنا ما بعد العمليه بنقدر ان احنا نتمشى بعدها بساعتين ثلاثه بتلاقينا بنتحرك بصوره طبيعيه، بيكون يعني يمكن سهل وسريع ما بعد العمليه. احنا يمكن السيكول اللي حصل ما بعد العمليه بساعتين او ثلاثه بنبتدي نتحرك بنشرب 6 ساعات، تاني يوم المفروض ان احنا بنخرج لحياتنا الطبيعيه، بنقعد يوم في البيت ولو عايزين ننزل شغلنا ما بعد العمليه. عمليه تكميم المعده هي عمليه قائمه على ان هي بتقلل حجم المعده الى جزء يعني اقل من الطبيعي عشان احنا بنبتدي نشبع بسرعه ما بنجوعش على فترات كبيره. عمليه التكميم طبعا هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. ما بعد اجراء العمليه نزول الوزن بيبقى تدريجي وصوره صحيه سليمه. ويعني طبعا هي تكميم المعده من العمليات الخفيفه يعني والقويه في انقاص الوزن. والحقيقه طبعا نزول الوزن ما بعد العمليه بيبقى نزول صحي سليم مؤكد، لانها بتخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نشبع، واثناء الوجبه الواحده يعني الشبع بيكون اقل شويه، يعني بنحاول ان احنا ناكل كميه كبيره بدون ما نحس ان احنا بالامتلاء او بنحس ان احنا اكلنا كميه كافيه. عمليه تكميم المعده بتقوم على تقليل حجم المعده الى جزء صغير بناكل فيه بنشبع بسرعه ما بنجوعش الا على فترات كبيره.
الحقيقه طبعا ان كتير جدا من هرمونات الجوع او الجزء من المعده بنتخلص منه، وبالتالي بنشبع بسرعه، وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ومؤكد ان شاء الله. سيدورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masidora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Masidora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Masidora Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Masidora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. Masidora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم غولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. مساء الفل على عيون مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة، وعندنا 3 فقرات النهاردة. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا ومشكلة كبيرة، ستات كتير بتعاني منها، بنات كتير، وفي رجال كتير كمان، ناس كتير قوي بتبعت لي بخصوص المشكلة دي. فاحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة خاصة بالمشكلة دي من الدرجة الأولى. هنتكلم عن وايت ويلو اللي بيفتح الأماكن الغامقة في الجسم. يعني لو أنت عندك هالات سودا، لو أنت عندك نمش، لو أنت عندك بقع أثر حبوب، أو عندك كلف، أو عندك أماكن في جسمك مثلا الأندر أرمز أو السنسيتيف إريا أو الكوع أو الركب أو الحاجات دي كلها فيها غمقان، اللي هنتكلم عنه وايت ويلو اللي هنتكلم عنه دلوقتي بيفتح الاماكن دي من الدرجه الاولى. فهنعرف معلومات اكتر عنه، هنعرف ايه هي مكوناته ونتائجه بتبان بعد قد ايه. بس اسمحوا لي ارحب بضيوفي الاعزاء اللي معايا في فقرتي الاولى. دكتوره حنان الحسيني، المدير الطبي لشركه اول بيوتي. اهلا يا دكتوره حنان. ودكتوره دينا نجيب، المدير التطويري لشركه اول بيوتي. اهلا يا دكتوره دينا. اهلا يا دكتوره حنان. في شكاوي كتير قوي وناس كتير يعني عددهم كبير عندنا بيبعتوا بيقولوا وبيستفسروا، يا جماعة احنا عندنا اماكن غامقة في جسمنا، يا جماعة انا عندي هالات سودة، انا عندي مش عارفة ايه. مشكلة الغمقان دي مشكلة كبيرة جدا، وتلات ارباع البنات والستات بتعاني منها.
انتوا جايبين النهارده وهتتكلموا عن وايت ويلو وهو لوشن لتفتيح الاماكن دي من الدرجه الاولى. تمام. نعرف ايه هو وايت ويلو وازاي بيشتغل على اماكن الداكنه. تمام. هو وايت ويلو فعلا هو منتج رقم واحد في التفتيح يا يمنى. وايت ويلو فيه، بصي خلينا نتفق الاول نعرف مشكله الغمقان دي بتيجي ازاي. أوكي. التصبغات الجلديه او البقع الداكنه، الهالات السوداء، اي منطقه غامقه في الجسم بتبقى نتيجه لزياده افراز صبغه الميلانين اللي موجوده في الجلد. فلما الصبغه دي بتزيد عن مستواها الطبيعي بيظهر الغمقان. الغمقان ده بيتمثل زي ما انت قلتي في البقع الغامقه، في التصبغات الجلديه، اي منطقه تحت الابط او منطقه السنسيتيف اريا عند السيدات، او اي اثار حب شباب في الوجه برضو او وهالات سوداء، كلها نفس السبب. فلوشن وايت ويلو كل مكوناته يمنى بترجع صبغه الميلانين لمستواها الطبيعي، فبيبان التفتيح، بيبان قد ايه المنطقه بعد فتره من الاستخدام، حوالي 3 اسابيع انا ما بقاش بستخدم اللوشن تاني، هو اتفتح تماما، كل المناطق الغامقه عندي اتفتحت. لوشن وايت ويلو كمان فيه ميزه حلوه جدا، انه غني جدا بفيتامين اي وفيتامين سي، وده بيدي نضاره وحيويه للبشره. يبقى انا بعالج التصبغات الجلديه او الغمقان وكمان بدي نضاره وحيويه للبشره. يعني وايت ويلو يتحط على اي مكان من الاماكن الداكنه يعمل لها عمليه تفتيح للاماكن دي. طيب في طريقه بقى معينه لاستخدام المنتج ده؟ هو وايت ويلو لوشن طبعا هي عمليه التفتيح دي، بس عايزه اوضح حاجه يمنى، ان انا برجع لون البشره او اي جزء من اجزاء الجسم للون الطبيعي. تمام، عشان بس ده يبقى واضح للمشاهدين. يعني واحده اتحرقت من الشمس بالظبط، واحده خست مظبوط ولونها اتغير، واحده مثلا ركبها غمقت مثلا من السجود، من الركوع، من الصلاه او كوعها مثلا. يعني اكيد كلنا بنبقى في اول الحياه ما عندناش المشاكل دي، مع طبعاً الوقت بقى والسن والمش عارفه ايه بتظهر المشاكل. أكيد. فوايت ويلو بيرجع الاماكن دي اللي غمقت للونها الأصلي الطبيعي بالزبط. لونها الاصلي، حتى برضو كمان الهالات السوداء، النمش، الكلف، وحاجه برضو مهمه جدا جدا، اثار حب الشباب. لان احنا بعد الحبوب ما بتختفي بتسيب معاها بقع بنيه بسيطه او صغيره، برضو وايت ويلو لوشن يقدر يشتغل عليها. وايت ويلو لوشن انا بستخدمه مرتين في اليوم، الصبح وبالليل. يا اما بحطه على الوجه، يعني بالنسبه لمنطقه الوجه، يا اما بحطه على الوش كله، يا اما بحطه على الاماكن اللي فيها البقع. تمام. بالنسبه مثلا الجسم تحت الابط او مثلا على الكوع، الركب، او مثلا السنسيتيف اريا، البيكيني مثلا، فده انا ببتدي برضو احطه بكميه مناسبه للحته دي او للجزء اللي انا عايز افتحه. احط كتير ولا قليل؟ يعني كتير ولا قليل؟ الكميه مناسبه، انت بتحسي كل واحد بيقيم نفسه بالظبط كده. الكميه المناسبه ليكي، ان انت حاسه ان المنطقه دي اتشربت تماما، يعني المنطقه انا حطيت فيها الكريم واتشربت تماما، مش فكره ان انا هفضل احط يعني مش من كتره كده، هو مش من كتره، هو مش من كتره ان انا مثلا هخلص العلبه في يوم. فاهمه قصدي؟ لا. انا بحط الكميه المطلوبه المناسبه، ان انا حاسه ان انا خلاص انا اشتغلت على الاريا كلها، مليت المنطقه كلها. بس وكرره الصبح وبالليل. صبح وبالليل بطريقه معينه يعني مثلا، ولا عادي هو بيتحط كده؟ هو لوشن، فاللوشن بيمتص بسرعه جدا، مش محتاج ان انا اقعد مثلا ادعك كتير. هو بمجرد مثلا انا عندي منطقه غامقه هنا، مجرد لما احطه اول كوع حطيت حبه وخلاص، عملتها بتدليك بسيط وسبتها، وهو هيتشرب معايا تماما. كمان الناس اللي عندها هنا العقل دي بالظبط، بتبقى عندها منطقه غمقان هنا، فبرضو ممكن استخدمه. اي منطقه عندي غامقه في الجسم او في البشره، حلو جدا ان انا استخدم وايت ويلو لوشن عليها، سريع الامتصاص، مش هيسيب لي اي اثار دهننه او اي اثار زيتيه، او احس ان انا مش مرتاحه وانا حاطه اللوشن. طيب انا هبدا احس بالنتيجه امتى؟ بشرتي هتفتح من امتى يعني؟ هو المفروض ان هو كورس 3 اسابيع، فانا اسبوع بعد اسبوع بيبقى فيه تحسن، لحد ما بوصل خالص بعد 3 اسابيع البقع، وال يعني اي بقع غامقه، الدهالات السوداء، اثار حب الشباب تختفي معايا تماما. عارفه مشكله الهالات السوداء دي كبيره جدا جدا، واكتر حاجه بتؤرقنا، لان هي بتبقى فوكسنج على الوش والعين، يعني انت حاجه مركزه تحت عينك وفي وشك، فحاجه بتخلينا متضايقين.
يعني انا مثلا ليه الاقي هالات سودة او احس ان انا على طول كمان بتخلي على طول الوش شكله بهتان، شكله ان انا مطفيه. انت ليه تحت عينك اسود كده؟ انت ما بتاكليش، انت ما بت... ليه سايبه نفسك؟ فوايت ويلو لوشن حلو جدا 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 للهالات السودة، لان هو بيشتغل على التفتيح من الدرجه الاولى. طيب وايت ويلو يا دكتوره حنان مرخص من وزاره الصحه المصريه. طيب. وهنشوف الترخيص معانا دلوقتي. وطبعا انت بتنصحي اي حد انه ما يستخدمش اي حاجه بدون ما تكون مترخص. طبعا اي حاجه بنستخدمها على الوش او على الجسم لازم تبقى مصرحه على الاقل من وزاره الصحه المصريه، لان ذا ايجيبشن مانستري اوف هيلث، والتصريح طبعا هيتعرض علينا على الشاشه. هو مصرح من وزاره الصحه المصريه بانه من اقوى مستحضرات التجميل في علاج تفتيح البشره. عايزه اقول لك برده يا يمنى تعقيبا على كلامك انه برده لون الغمقان اللي بيبقى في البشره بيبقى نتيجه لاشعه الشمس. في ناس كثيره لما بيبقى شغلها بره البيت بتغمق بفعل اشعه الشمس الالترا فايلوت ريز، فلوشن وايت ويلو بيدي نتيجه هايله جدا مع الناس اللي غمقت من الشمس، بيرجعهم للونهم الطبيعي. كمان نقطه الاثار حب الشباب ساعات بتسيب بقعه داكنه، فمع لوشن وايت ويلو بيقدر انه يعالج اثار حب الشباب اللي هي البقعه الداكنه اللي ناتجه عن الحبوب بتاعه الشباب بتوحد لون البشره. كمان لوشن وايت ويلو فيه ميزه مهمه جدا احنا بنسميه منتج الثلاثه في واحد. ليه؟ لانه اول حاجه قلنا بيفتح لون البشره، ثاني حاجه انه بيدي نضاره وحيويه للبشره بفعل وجود فيتامين اي وسي موجود فيه، تالت حاجه انه ليه خواص مرطبه حلوه جدا جدا يا يمنى، انه بيقدر انه يعمل ايمولينت افكت نتيجه لانه في مجموعه من الزيوت، في زيت السيليكون، زيت البارافين، في كمان زيت جنين القمح، الحاجات دي كلها بترطب البشره، يعني لو عندي تشققات في القدمين، في الكعبين، في الكوع، بيقدر انه يعالجها تماما، وده بيبان من اول استخدام. تشققات. في ستات كتير قوي عندها موضوع التشققات بالظبط. وعايزه اقول لك بتخلي الواحد ما بيعرفش يلبس اي حاجه مفتوحه في رجله، واحنا داخلين انت عارفه في فصل الصيف. منظر الايد لما بيبقى فيها تشققات بيبقى فيها مع غمقان بتبقى مشكله جامده جدا. فبيقدر انه يعالجه من اول استخدام يا يمنى، بنحس بتحسن، بيعالج التشققات على طول. بعد اسبوع بلاحظ ان ايدي بقت او اي تشققات او اي سكين كراكس موجوده في الجسم بتتعالج تماما بنسبه 100%. طيب في عرض انتوا عاملينه على وايت ويلو، مظبوط، تقولي للساده المشاهدين العرض بتاعكم. طبعا وايت ويلو لوشن هو معمول عليه خصم حلو جدا جدا يا يمنى. اي حد حابب دلوقتي ان هو يشتري وايت ويلو لوشن عليه خصم 30%. ده طبعا يعني استجابة يعني منا كل العملاء ان شاء الله يقدروا ان هم يستخدموه ويجربوه. والحمد لله هو الفيدباك بتاعه حلو جدا، وخاصة فعلا في موضوع الهالات السوداء اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية كانت نتيجته حلوة جدا جدا، وبرضو التشققات برضو كان نتيجته هايلة فعلا الحمد لله. بيستخدم لجميع انواع البشرة يا دكتورة دينا؟ مظبوط. جميع انواع البشره، البشره الحساسه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه العاديه او كمان الجافه، كل انواع البشره وايت ويلو لوشن بيتعمل عليها، لان هو لوشن سريع الامتصاص، ما بيحصلوش البشره الدهنيه مثلا ما تحسش باي اثار دهننه. بالنسبه للبشره الحساسه هو معظم الانجريدينتس بتاعته طبيعيه، ما فيهاش اي حاجه، ما تسببش اي التهابات للبشره او اي احمرار يعني. بالنسبه للبشره الجافه هو فيه خواص مرطبه عاليه جدا جدا جدا، فبيقدر ان اي بشره جافه تستفيد منها. أيوة. بلس كمان طبعا فيتامين اي وسي موضوع مهم جدا جدا، لانه بيحسن من الكواليتي بتاعت البشره بتاعت جميع اجزاء جسمي، ان انا احس ان انا جسمي فيه يعني نضاره، ان انا ناعم، ان هو سموزي يعني ما فيش اي زي ما كنا بنقول كراكس او كده، لا يبقى كله زي يعني سموزي حلو جدا. المكونات يا دكتوره حنان طبيعيه طبعا 100%. عشان في ناس تحب قوي ان الحاجه يبقى مكوناتها طبيعيه. قول لنا ايه هي اهم المكونات اللي بتعمل على تفتيح البشره في لوشن وايت ويلو؟ تمام. اول مكون عندنا يا يمنى هو ليكوريش اكستراكت. الليكوريش اكستراكت ده مكون طبيعي 100%. ده اكتشفوا مؤخرا ان مكون الليكوريش اكستراكت ده بيقدر انه يرجع زي ما قلنا في اول الحلقه، بيرجع صبغه الميلانين لمستواها الطبيعي. فبالتالي بقدر افتح لون البشره. كمان مكون تاني من المكونات هو الكوجيك اسيد او حمض الكوجيك، ده برده مكون موجود في نبات الفطر او المشروم، فهو يعني بالاضافه لكده انه طبيعي 100% بيقدر
قرار حمض الكوجيك انه يرجع برضو صبغه الميلانين لمستواها الطبيعي فبيحصل التفتيح. زي ما قلنا في مجموعه من الزيوت او توليفه متكامله من الزيوت اللي بتقدر تدي تاثير مرطب ايمولينت افكت زي السيليكون اويل اللي هو زيت السيليكون، زيت البارافين، وكمان زيت جنين القمح. وما ننساش طبعا وجود فيتامين اي وفيتامين سي اللي اتكلمنا عليهم اللي بيدوا النضاره والحيويه. فدايما بنقول ان لوشن وايت ويلو يا جماعه هو منتج الثلاثه في واحد. اول حاجه بيفتح لون البشره، بيقضي على اي تصبغات جلديه او اي بقع دكنه، بيقضي على الهالات السوداء واثار حب الشباب، كمان ليه خواص مرطبه لايمولينت افكت يعني بيدي ترطيب في اي تشققات عندي او سكين كراكس زي الموجود في القدمين، في الكوع او في الكعب بتاع الرجل او في الركب طبعا. وكمان بنقول انه بيدي حيويه ونضاره للبشره بفعل وجود الفيتامين اي وفيتامين سي. فانا كده يا يمنى بعمل زي حاجه متكامله او علاج متكامل لاي ديفو عندي، سواء كان غمقان في البشره او تشققات او لو انا حاسه ان في شحوب في الوجه. فهو فعلا منتج سحري، وزي ما قلنا هو حاصل على تصريح وزاره الصحه المصريه، ودي طبعا اهم حاجه. وحاجه اخيره بس يا يمنى، ان هو كمان في ماده اللي هي التيتانيوم دايوكسيد، فدي اللي بتحمينا كمان من اشعه الشمس الضاره. فما فيش مشكله خالص ان انا استخدمه الصبح ونخرج في الشمس عادي. بالظبط، بالعكس انا كده بحمي نفسي. اولا انا بعالج المناطق الغامقه عندي، كمان انا بحمي نفسي من اشعه الشمس الضاره ان انا اي مكان تاني يتصاب بغمقان. بس فحلو جدا. والميك اب يعني اقدر استخدمه مع الميك اب؟ يعني في تعارض بينه وبين اي ميك اب؟ لا خالص، انت بتحطيه بس بيبقى مثلا قبليه بربع ساعه او نص ساعه على حسب مدتك، المده اللي انت هتنزلي فيها. فانت قبليها بربع ساعه بتحطيه وبتستفيدي منه تماما في التفتيح، وان انت تحمي نفسك من اشعه الشمس الضاره، فبالتالي تحطي الميك اب بشكل يعني هادي جدا ومفيش اي حاجه خالص. طيب في ناس كتير قوي بتستخدم الطرق التقليديه لازاله الشعر، دي طبعا بينتج عنها غمقان، دي حاجه معروفه لما تستخدمي الطرق التقليديه مع الوقت يحصل ترهلات ويحصل غمقان. طبعا كويس بعد لو يعني هيستخدموها يعني مضطرين. ينفع يستخدموا وايت ويلو بعدها؟ طبعا، هو وايت ويلو لوشن، انت ادام عندك منطقه غامقه او عندك انت حصل عندك غمقان او بقع داكنه نتيجه حاجه معينه، تعرضك للشمس، عملتي مثلا يعني استخدمتي اي اساليب من اساليب ازاله الشعر البشره او كده، استخدمتي مثلا المناطق اللي هي الداكنه عندنا دي بتتعرض اكتر للغمقان، فاحنا ما فيش مشكله ان انا وايت ويلو لوشن استخدمه لاي منطقه في جسمي سواء في البشره او في الجسم، ان هو يفتح لي المنطقه دي تماما ويرجعها للونها الاصلي. طيب تاني حاجه هنتكلم عنها يا دكتوره حنان، وهو منتج خاص بالسيدات وبالانسات، منتج نسائي وهو نايرينا. تقول لنا بقى هو نايرينا عباره عن ايه وبيعالج ايه بالظبط؟ تمام، هو نايرينا في بعض السيدات يا يمنى بيعانوا من ترهل عضله المهبل نتيجه لكثره الولاده الطبيعيه، لما الست بتكون مخلفه مرتين او ثلاثه فبيبقى عندها مشكله في ترهل عضله المهبل، فبنقول ان نايرينا بيقدر انه يرجع عضله المهبل لوضعها الطبيعي، يعني بيعالج او بيعمل على شد ترهل العضله، وده بيعتبر من اقوى المستحضرات اللي موجوده في الماركت. طيب الاستخدام بالنسبه للسيدات اعتقد انه بيكون داخلي وخارجي، اما للانسات فخارجيا فقط. بالظبط، لان كمان في للانسات هتقولي لي هم ما عندهمش موضوع شد الترهل للعضله، فبنقول ان هو نايرينا برضو من اقوى المنتجات اللي بتعالج البكتيريا والفطريات اللي ممكن تصيب هذه المنطقه، زي الكانديدا، زي الترايكومونس، كل الحاجات دي بتسبب التهابات، بتسبب حكه، بتسبب احمرار، بتبقى موجوده في السيدات والانسات. فبنقول ان هو منتج من اقوى المنتجات الموجوده، تقدر ان هي تقتل البكتيريا والفطريات وتقضي عليهم تماما، زي الكانديدا، زي الترايكومونس، وتقضي على الالتهابات او الحكه او الاحمرار بفعل ماده اسمها الترايكلوزان. الترايكلوزان دي ماده معروفه جدا، ليها انتي بكتيريال انتي فانجل برود سبيكتروم. يعني ايه برود سبيكتروم؟ يعني هي مضاده للبكتيريا ومضاده للفطريات واسعه المدى. واسعه المدى يا يمنى يعني هي مش بتشتغل على نوع واحد من البكتيريا او نوع واحد من الفطريات، بتشتغل على مجال كبير جدا او وايد كل انواع البكتيريا والفطريات. فانا كده بحصن تماما نفسي من مهاجمه اي بكتيريا او فطريات في هذه المنطقه. بالاضافه كمان ان نايرينا بيبقى ليه ريحه حلوه جدا، فبيحارب لو في اي رائحه كريهه في هذه المنطقه، فبيقدر انه يحاربها بفعل مستخلص الورد والنعناع.
بيتم استخدامه تركيز، يعني بيخفف مثلا، عارفين الحاجات دي بيتم تخفيفها. طبعا هو بيتخفف فعلا يا يمنى، هو الغطاء بتاعنا يرينا بنخففه ب 200 مللي ميه، وزي ما قلتي بيتم التشطيب فيه داخليا وخارجيا بالنسبه للسيدات المتزوجات، بالنسبه للسيد الفتيات بيتم بيه التشطيب خارجيا فقط. طيب المكونات كلها مكونات طبيعيه؟ هي مكونات كلها طبيعيه. في عندنا المكون الرقم واحد اللي بيعمل على شد ترهل عضله المهبل، وهو مستخلص الالوفيرا الطبي. ده طبيعي 100%، ده بيغني تماما عن العمليات الجراحيه او الليزر او الحاجات اللي بتبقى ناتج عنها فلوس كتيره، وبرده بيبقى فيها يعني اجهاد، او ان انت تنزلي من البيت وتعملي جلسات وكده، فده بيديكي نفس تاثير العمليه وانت قاعده في البيت. في عندنا ماده الترايكلوزان زي ما قلنا، مضاده البكتيريا مضاده للفطريات واسعه المدى، ومستخلص الورد والنعناع، وده طبعا طبيعي 100%. طيب مرخص يا دكتوره دينا من وزاره الصحه المصريه؟ مظبوط مظبوط كده. فهو قدام مرخص من وزاره الصحه المصريه، اي حد يقدر يستخدمه بشكل امن جدا. عايزه بس انوه على حاجه، يعني بالنسبه للسيدات الحوامل يفضل ان طبعا التشطيف بس يبقى خارجيا فقط، طبعا في عنايه خاصه للموضوع. بالظبط بالنسبه بالظبط. طيب احنا شفنا الترخيص معانا على الشاشه كامل. طيب العرض برضو شامل العرض الموضوع؟ مظبوط. نايرينا اي حد حابب دلوقتي ان هو يحصل على نايرينا، ان هو هيبقى عليه خصم 30%. وطبعا هو ان شاء الله يستفيد بالعرض، لان فعلا نايرينا مختلف تماما عن باقي الحاجات اللي موجوده، لان هو زي ما قلنا ان هو بيشد عضله او بيشد ترهل عضله المهبل، مع ان هو كمان بيقضيلي على كل انواع البكتيريا والفطريات اللي ممكن بتسبب الحكه والهرش. طيب اذا احنا اتكلمنا النهارده عن حاجتين من مقدمين من اول بيوتي، والاثنين عليهم خصم 30%، وده كويس جدا. اتكلمنا عن وايت ويلو، الكريم الخاص بالتفتيح، مظبوط يا دكتوره حنان؟ وده اعتقد انه هيعجب ناس كتير قوي طبعاً. من السيدات، مشكلتنا رقم واحد كبيرة عندنا هو سواء كان رجال او نساء موضوع التفتيح. اي حد بيبقى عايز يفتح لون بشرته ويرجعها لونها الطبيعي، بعيد عن بقى التلوث ومشاكل التدخين ومشاكل اشعه الشمس والكلام ده كله. وكمان العرايس بقى، يعني احنا داخلين بقى اصلا على موسم الصيف بالظبط. ف يعني بتيجي احنا بيجي لنا مكالمات كتير، اللي هو طب انا عروسه، طب انا استخدمه امتى، او المده الكافيه قد ايه، ان انا عايزه مثلا عندي بقع وعندي تصبغات ازاي اقدر اعالجها. فوايت ويلو لوشن طبعا الحمد لله عمل نتيجه هايله جدا جدا مع التصبغات. انا بنصح اي عروسه او اي كمان شاب مقبل على الجواز او كده، لو عنده بعض التصبغات في الوجه مثلا من اشعه الشمس، ان احنا نستخدمه في مده شهر، هيخلصنا تماما عن البقع والتصبغات. بشكركم على جهودكم معايا دكتوره حنان الحسيني، ميرسي ليكي، ودكتوره دينا نجيب، ميرسي يا دكتوره دينا. هنروح الفاصل، لسه عندنا فقره ثانيه بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد
من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. مي حاولت كتير تتخلص من مشاكل البشرة، بس كان الفشل عنوان كل محاولة. سمعة المركز الطبي وتاريخه كان هو الحل لكل مشاكلها، وفعلا أخذت الخطوة الأهم في حياتها. وحقيقي المركز الطبي كان حل لكل مشاكلها زي ما هنشوف دلوقتي. جربت حاجات كتير من نفسي وزرت دكاترة كتير بصراحة، فالنتيجة ما كانتش تمام. فأصدقاء كتير قالوا لي زوري المركز الطبي وإن شاء الله هتلاقي فيه. عملت أكتر من جلسة بصراحة، والنتيجة كانت زي ما أنتم شايفين. أنا مش مصدقة بصراحة، يعني التجاعيد راحت وراضية جدا عن نفسي وشكلي. أنا حاسة أن أنا مستريحة نفسيا، وبشكر جدا المركز الطبي وجزاهم الله خير بصراحة، بذلوا مجهود كبير بس النتيجة ممتازة جدا. قصص نجاح المركز الطبي كتيرة، بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل. تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة، اختارت المركز الطبي. يلا بينا نرجع شباب. ورجعنا مرة تانية ولسه بنتكلم عن مفاجآت المركز الطبي والعروض الهائلة اللي هو عاملها. بس احنا هنتكلم اكيد عن كذا حاجة النهاردة وعن كذا عرض هو عامله، بس هنبدأ بحاجة مهمة جدا وانا حابة ابدأ بيها. العروض اللي معمولة على احدث وحدة لعلاج الشعر في مصر وهي موجودة في المركز الطبي. وطبعا علاج الشعر ده مشكلة كبيرة، وناس كتير قوي بتبعت لي على مشاكل مختلفة في الشعر، فاحنا النهاردة هنبدأ الحلقة بالعلاج وكيفية العلاج لمشاكل الشعر المختلفة علشان تبقوا عارفين ايه الحاجات اللي بتتعمل. ودلوقتي كمان نزل عليها عروض، فان شاء الله ما حدش يشتكي تاني من مشاكل الشعر. وتشوفوا معنا ايه اللي هيحصل النهاردة، وهيكون معنا موديل هنشرح عليها. بس خلوني ارحب بضيفتي العزيزه اللي بحبها وبسعد بلقائها جدا وبتوحشني، دكتوره رباب الرفاعي، اخصائي جراحه التجميل والليزر بالمركز الطبي وعضو الاكاديميه الامريكيه للتجميل والليزر. يا اهلا يا اهلا. اهلا بيك. انت على طول مسافره ها، وفي مؤتمرات وحاجات وبتوحشيني حبيبتي. بس انا مبسوطه ان انت معايا النهارده. حبيبتي انا شرف ليا، وانت عارفه ان انا بلف الف وارجع لك تاني. حبيبتي يا دكتوره رباب، وانتوا عاملين ضجه جامده قوي. ايه موضوع الخصومات والعروض ايه الحاجات الجامده دي؟ بصي يا يمنى، من انطلاق من فكره ان احنا عاوزين ننشر الجمال وفكره التجميل. انت عارفه المركز الطبي دايما بايونير وليه السبق في كل حاجه جديده. انت عارفه احنا بنسمعش دلوقتي غير عن مشاكل الشعر، مشاكل البشره. كل سيده، كل بنت مهما كان سنها صغير بتقعد تحكي لنا اول ما حضرتك دكتوره ايه، اقول لها تجميل. دكتوره شعري بيقع، دكتوره بشرتي بايظه. على طول لازم نلاقي القصص دي. فعشان نحل الحوار ده الحمد لله انا جايه النهارده ببشرك كده بشره جميله قوي انت والساده المشاهدين، ويكون ليكي في برنامجك السابق في الموضوع ده. احنا انشأنا اول وحده علاج شعر في المركز الطبي، جهاز الديرمسكوب. ده جامد قوي الجهاز ده. احنا هنشرح دلوقتي وهنوضح ايه هو الديرمسكوب. الديرمسكوب ده جهاز بنحطه كده زي السماعه، عارفه سماعه الطبيب. أيوة. بنحطها على فروه الراس. ما فيهاش اي بنتريشن اهو. أوكي. بتقوم على الشاشه بيظهر لنا بتكبر فروه الراس 500 مره. تمام. فبنشوف البصيلة اخبارها ايه، بنكشف على الشعر سبب سقوطه ايه، بنشوف المشكله فين، بنحدد الشعر من اوله لاخره مشكلته عباره عن ايه.
يعني انت تحطي الجهاز ده على فروه الشعر من غير قلم بقى ولا اي حاجه؟ ده لا زي سماعه بنحطه كده. ده خاص بالمركز الطبي، خاص بالمركز الطبي على فروه الشعر، يجيب لك تاريخ بقى الشعريه وايه ايه اللي فيها. زي بيسموه الهير انالايزر او سكان انالايزر، بيحلل الشعر، بيحلل فروه الراس، يجيبها لنا كده 500 مره مكبره زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. طب يا ريت نشوفها معانا، نشوف شكل الجهاز ده ايه. يخليكي شايفه البصيله بتاعه الشعرايه ايه المشكله. يعني كل الناس دلوقتي شعرها بيقع ومش عارفين يا دكتور مش عارفين الحل. بالظبط. فاحنا عملنا سبق ده ان احنا هنكشف بالترموسكوب ده. أيوة. شايفه هو الجهاز بيكبر فروه الراس 500 مره. دي بتبقى شاشه بقى قدامك وانت شاشه تعرف. قدامي والسماعه على راس المريض. أوكي. بشوف بقى البصيله، الشعر التكتشر بتاعها عامل ازاي. أيوة. الكونسنتيتي بتاعها عامله ازاي، اخبارها ايه، متقطعه في النص متقصفه. شوف البصيله فيه في المنطقه دي فيها ثعلبه، فيها قشره بتوقع الشعر، المشكله فين بالظبط؟ قولي لي بقى الحل بسرعه. بالظبط. يعني مفيش بيت ما بيعانيش من المشكله دي. الكبار وصغار دلوقتي بقينا عشان مشاكل الميه والهواء والوراثه وكل المشاكل اللي بتقابلنا. بقينا دلوقتي بنعمل ميكتشر حلو قوي. احنا برضو عندنا، احنا اول ناس جابت الخلايا الجذعيه. بنعالج بالبلاسنتا، بنعالج بالبي ار بي، بنعالج بالجروث فاكتورز. الحاجات دي كلها وانا حتى جايبه لك اهوت، وهوريكي على الموديل ونشرح كل حاجه كلهم. هشرح ايه الفرق ما بين كل حاجه، وهنشوف على المودلز الموديل المشكله اللي عندنا. أوكي. زي ما قلت لك اسباب تساقط الشعر كتيره جدا. احنا عارفين منها الاسباب المرضيه زي الثعلبه، زي قشره الشعر، الاسباب الوراثيه زي الصلع الوراثي، الاسباب بقى التوتر النفسي، الهرمونات، الحاجات دي كلها بتخلي الشعر دايما بيتساقط ويقع. زي ما قلت لك احنا بنكشف بالدرمسكوب، بيحلل لي المشكله فين، مشكله الشعر فين. بنطلب تحليل انيميا ونشوف صوره الانيميا عشان ده مهم جدا في العلاج. والسيرم فيريتين ده مهم قوي عشان اعمل انالايزيشن للبيشنت اللي قدامي. وبنبدا بقى نعالج بالكورس ده. الكورس ده في منتهى الروعه، انا شخصيا بصراحه جربت. زي ما قلت لك احنا بنعمل كومبينيشن حلو قوي. احنا بنقول بنعمل دمج ما بين البي ار بي، واتكلمنا كتير قوي عن البي ار بي اللي هو بناخد البلازما من الدم ونعالج بيها الشعر عشان البصيلات تنبت. بنعمل ميكس ما بين البلاسنتا اللي هي نوع من انواع الخلايا الجذعيه المصنعه والمالتي فيتامينز او الجروث فاكتورز اللي بتعالج الشعر. الكورس بيبقى حوالي من 6 ل 8 حقن، كل اسبوعين او كل اسبوع بنعمل حقنه حسب كميه التساقط الشعر وحاله الشعر ايه. اول حقنتين يا يمنى بيبقى من 80 ل 90% من التساقط بيتوقف تماما. اول حقنتين او بعد اول حقنتين، بعد اول حقنتين الحل سريع جدا جدا في التساقط بالذات. طبعا الشعر عاوز طول بال، الشعر عاوز نتائج نستناها بعد 3 شهور، ولكن انا كلامي واضح. بعد اول حقنتين بنلاقي ان التساقط وقف بنسبه من 80 ل 90%. طب وبقيه الحقن اللي هنعملها والكورس ده عشان الانبات. أيوة. عشان الانبات هيبدا مكان الحقن، بيبدا حاجه زي البيبي هير. بيبي هير صغير يطلع مكان الحقن، وده اللي بعد 3 شهور يطول ويملى الفراغات. طيب خلينا نشرح بقى على زهره. نشرح ونبدأ بقى على زهره. يلا. دلوقتي دكتوره رباب بتقول بعد اول جلستين تساقط الشعر بيقف. بعد اول جلستين باللي هيتعمل ده تساقط الشعر بيقف بالظبط بنسبه 80 ل 90%. بالظبط. مفيش كلام بعد كده. الجلسات اللي بتتعمل بعد كده بتنبت بالظبط الشعر الجديد. الشعر هينبت بعد ما نكون حلينا اول مشكله اللي هي تساقط الشعر. طيب تمام. طيب خلينا هنا ناخد مثال عملي جدا. أوكي. انا عندي زهره اهي. شعرها خفيف زهره اولا. بالظبط كده. اولا احنا دايما بنبص دايما كل البنات تيجي تقول لي بابا اصلع. يعني ده لازم. أيوة. نعرف الهيستوري بتاعها. بابا اصلع وعندي شعر فرق كبير. ولازم الفرقه ابص على زي ما قلنا قبل كده يمنى على الكريسماس تري، شجره الكريسماس. لو الشجره كبرت قوي وسعت يبقى دي في مشاكل. يلا نجري بسرعه. تمام. نحل المشاكل دي. طبعا بنعمل تحاليل. تاني مشكله دايما. أيوة. دكتوره انا بينحل من الجناب، ودايما دي بنلاقي المشكله دي عند المحجبات. بالزهره كمان عندها من هنا. شوفي اهي شايفاها الحته اللي فروه الراس باينه وهنا باينه. ايوه دي. ومنتصف الراس الفرق كبير. شوفي دايما انا دايما بقول المنطقه دي عند المحجبات بالذات. يمكن دي عند الناس اللي هم اللي بشعرهم عشان كتر براشنج والهير والكده، لكن المحجبات لازم المنطقه دي بتنحل عشان الاشارب. صح. وحبكه الاشارب. طيب زي ما احنا قلنا اسباب تساقط الشعر وعددناها كتير قوي. انا هنا جايبه، احنا كنا سحبنا قبل الهواء لزهره البي ار بي بتاعها، سحبنا عين الدم. أيوة. فصلناها في السنترفيوج وايه تخلصنا او استخلصنا حقنتين البلازما. رباب وريهم الحقنه شكلها عامل ازاي عشان في ناس بتخاف. انا كنت هجيب لك السن لحد عندك عشان تشوفيه وانت تقولي. وكان في سن كمان اهو. ايوه ده رفيع خالص. رفيع وصغنن جدا. ده قد كده. بصوا رفيع مفيش. مش باين.
تمام. وحتى كمان الرفيع ده ما بيدخلش كله. احنا بنعمله زي فكره النباج التنقيط. دي مهمه قوي عشان بصلات الشعر تتغذى. كتير يا يمنى ما سمعنا تيجي تقول لي ايه، انا خدت علاج كتيره دكتوره وخدت قراص كتيره والحاجات دي كلها وما جابتش نتيجه. طب احنا دلوقتي بنقول ان الحل رايح للبصيله دايركت اللي دكتوره رباب بتعمله بنغزي. ده دي البلازما بتاعت دي البي ار بي بلازما بتاعت زهره. اوكي انا جايبه اتنين بقى نوعين تانيين، جبنا الجروث فاكتورز ايوه تمام كده وجبنا اللي هو المالتي فيتامينز مع ال انت حاطه منهم يا دكتوره بالظبط في مع السيرنج دي مع البلازما تمام. احنا ممكن نعمل كومبينيشن ما بين الثلاث حقن في الجلسه او ممكن نعمل الترناتيف اوكي حقنه كده وحقنه على حسب بقى كل واحده حالتها كده. شكلها عامل ازاي. فزي ما احنا قلنا البلاسينتا اللي هو الجروث فاكتور، الجروث فاكتور اللي احنا والمالتي فيتامينز اللي احنا دول في الحقنه الثانيه اللي مع دكتوره رباب دي دلوقتي دي بلازما دي وداها هي البي ار بي وهتحقنها لها دلوقتي. هنبدا بقى نحقن ازاي في ثانيه واحده بس هنبدا نحقن اهو. على فكره السن الرفيع اللي انت خدتيه شفتيه ده ما بيدخلش كله التب بتاعته يا زهره الوجع ولا حاجه بس شايفاها يعني محتمل يعني ممكن يكون محتمل جدا متقبله ومفيش اي حاجه ومفيش اي مشكله. نيجي عند المنطقه دي وبنهتم وبنكرس تحقني المناطق المحدده لازم. اللي فيها مشكله دي المناطق اليمنى اللي هي الجانبين ومقدمه الراس اللي بيستجيبوا لهرمون الاندروجين هرمون الصلع لكن من ورا ما بيبقاش في استجابه للهرمون فدايما بايه ما بنتكسفش ورا في الحقن لازم بناخد المنطقه دي ناخد منطقه الجنب وبنحقن فيها برده بنفس الطريقه. السن رفيع قوي وبيدخل نباهش يعني بيدخل حاجه بسيطه جدا جدا ايوه وبتتحقن تحقن في المنطقه دي كلها في المناطق. اللي بيحصل ايه احنا لو خدنا صوره يعني النهارده الزهره في المنطقه الفرق دي وناخد لها بعد حوالي بعد حقنتين كمان اللي هو بعد حوالي اول شهر اللي هو كمان اسبوعين بعد اول شهر بنلاقي المنطقه دي بدات تملى اغمق بالظبط تبقى اغمق وبدات تملى وبعد حقنتين بالظبط هتبدا زهره تقول لي اول كلمه ايه دكتور التساقط وقف كده احنا ماشيين صح بس كده احنا ماشيين صح طيب ونفس الفكره هتعمليها مع نفس الفكرة. الحقنه الثانيه احنا كده حقنه البي ار بي والحقنه الثانيه بيبقى ميكس ما بين النوعين نفس الوقت بيتحقنوا مع بعض انا بحب ادي كورس مكثف كده بديه تقيل ممكن في مدرسه ثانيه تقول لك حقنه بي ار بي والجلسه الثانيه تبقى جروث فاكتورز مفيش ضرر ان هم يتاخدوا مع بعض مفيش ضرر انا بصراحه من مدرسه الكومباينيشن ثيرابي بيجيب نتائج اقوى بحس ان هي بتجيب نتائج احسن اذا البلازما اتعملت دلوقتي اهي على الهواء وبعدين بتتعمل الحقنه الثانيه اللي فيها ايه دكتوره ربابتي قلتي معايا جروث فاكتورز اللي هي عوامل النمو ومالتي فيتامينز زي البايوتين والدوتاسترويد والحاجات دي كلها بعد اللي شفناه ده من اول جلسه بيبدا التساقط يقف بنسبه 80-90% من جلسه واحده من اللي انتوا شفتوه ده بالظبط. الجلسات بقى الثانيه ليه قلنا بيبقى فيه كام جلسه بعدها لانه بيبدا الجلسات الثانيه دي هدفها ان هي تنبت الشعر مره ثانيه. ايه الجديد بقى انت دايما بتقولي لي الجديد، ايه الجديد في موضوع البوتوكس والفيلر؟ الفيلر في حاجه لطيفه قوي قوي زي ما انا قلت لك اللي هو الفيلر الكالرت الملون فيلر الشفايف في طالع منه نوع انت جوست ما بتحقنيش جوست بتحطي الماده على الشفايف بتكبر لمده 6 ساعات. ايه ده؟ ايه ده؟ عندك فرح بقى عندك حفله مناسبه لمده 6 ساعات نوع معين برضو سويسري الصنع بيتحط جوست ابلكيشن مش حقنه بيتحط على الشفايف تكبر لمده 6 ساعات لو عندك ايفنت وعايزه تبرزي الشفاه وده حاجات طبيه احنا بنتكلم في طب دلوقتي طبعا خلاص وبيروح المفعول بتاعه بعد 6 ساعات لانك انت عايزه الهدف ده تمام ده برضو حاجه كده لطيفه قوي. البوتوكس دلوقتي زي ما قلت لك احنا بنعمل بيه الهايبر هيدروزس بقينا بنحقن بيه التعرق الزائد بقينا بنحقن بيه العلاج الصداع النصفي الجديد في البوتوكس طبعا زي ما انت قلتي بقينا بنعمل بيه نحت للدقن ورفع للتشيكس البوتوكس يس مش الفيلر ولا الخيوط. طب احنا كنا عارفين ان البوتوكس بس بيتحط في الحته اللي فوق دي لا زي ما انت قلتي كده دايما في الابر فيس عشان التجاعيد التعبيريه لا الجديد دلوقتي بقينا بنعمل بيه اللي هو نيفرتيتي ناك اللي هو بننحت بيه الجو لاين تمام بقينا بنعمل بيه النقط هنا عشان نعمل بدل الساد لوك بقينا بنعمل الهابي لوك اللي هو نرفع زاويه الفم فبيرفع لي التشيكس شويه بقينا بنحدد بيه او بنبرز بيه الدقن عشان بنشيل الدامبلنج اللي فيه والزراعه اخبارها ايه؟
زراعة الشعر. دي حاجة هايلة قوي. احنا اتكلمنا ازاي نعالج الشعر. طب امتى نلجأ لزرع الشعر؟ احنا بنلجأ لزرع الشعر في المناطق البولت اللي ما بيبقاش فيها بصيلات، المنطقة اللي دايما ما بيبقاش فيها كثافة من بصيلات الشعر، وما فيش امل ان شعر البصيلة دي انها تطلع حتى بعد الحقن. فبنعمل فيها الزرع بيبقى بطريقتين، طريقه الاقتطاف وطريقه الترانسبلانتيشن. طريقه الاقتطاف اللي هي اف يو اي دلوقتي بقت هي الاحدث والاشهر والاسرع بصراحه يومنا، وحتى ما فيهاش ريكفري بيريود، ملهاش داون تايم خالص، ما تقعديش فتره نقاها فتره طويله. دي بقى الجهاز في 4 ساعات 5 ساعات بيكفر المنطقه اللي احنا عاوزين نزرعها كلها مهما كانت مساحتها. كنا زمان بنعمل المساحه الكبيره على مرحلتين، دلوقتي الاقتطاف بقى بيعمل حتى المساحه الكبيره على مرحله واحده. يعني هي قاعده واحده، جلسه واحده، يقعد 4 5 ساعات بالظبط، يدخل من تحت مخدر موضعي. ودايما بقول ان احنا بنخدر منطقه فروه الراس، بتبقى قاعد البيشنت قاعد معانا بيتكلم معانا صاحي، ممكن ياخد بريك ياكل ويشرب وبنرجع بنكمل. هم 4 ساعات ل5 ساعات بنغطي المنطقه دي كلها بجهاز الاف يو اي الجديد. طب ازاي بقى يعني الشعر بيطلع بعد قد ايه يبدا يحس ان هو عمل زرع شعر وطلع له شعر؟ يعني الفرق هو بيطلع من الجلسه اوريدي اتزرع له جذور، يعني بالظبط جذور وبصيلات بطول شعره 1 ملي، حاجه بسيطه قوي زي الدقن المحلوق على الزيرو كده. بعد كده بتاخد الشعر دورته الطبيعيه جدا. طبعا انت عارفه احنا بنزرع في اول فيرست هير لاين، بنزرع البصيله اللي بتطلع شعرتين وثلاثه، فدول دايما بنزرعهم في الفيرست هير لاين. هو في بصيلات بتطلع شعرتين وثلاثه؟ دي بتنقوها بقى، بتبقوا عارفينها بالظبط. عارفينها بتبقى منين، وبناخدها ونزرعها في الفيرست هير لاين. بعد كده تدريجيا واحنا راجعين لورا بناخد الشعر اللي هو الاضعف، فالاضعف او اللي بيطلع شعريه واحده. بيبقى بعد 10 ايام بنبص عليه، بيبقى لازم بيبقى مغطي بعد 3 ايام المنطقه دي، بنبص عليه بنلاقي عشان لو اي تلوث مثلا بالظبط، عشان ده دي زرعه جديده بيبي طالع لازم نحافظ عليه، عشان التراب عشان الكلام ده كله. بنديله بننصحه بشامبوز معينه، حاجات بيمشي عليها معينه. وبشوفه بعد، طبعا بياخد دوره الشعر العاديه اللي هي بعد 120 يوم او 3 شهور بيلاقي الشعر بتاعه بدا يبقى يطول ويطلع وياخد دوره الشعر الطبيعيه زي شعره اللي ورا. دايما في تقدم ان شاء الله يا دكتوره رباب. بشكرك على وجودك معايا دكتوره رباب رفاعي، بشكرك يا زهره. احنا فقرتنا دي خلصت، هنروح لفاصل، بعد الفاصل بشرتك مع ميس. يارا بنت جميله بتعاني زي بنات كتير من حب الشباب والهالات السوداء تحت العين. يارا اختارت المركز الطبي علشان كانت دايما بتحلم تكون ممثلة مشهورة. اختيار صح يا يارا، ليكي ولكل أصحابك. أنا عندي حبوب وهالات ورحت كذا مركز ما وصلتش لنتيجة، بس صحابي دلوني على المركز الطبي وجيت إن أنا عالج بشرتي وأشيل كل الحاجات اللي فيها. عملت 3 جلسات في المركز الطبي ووصلت النتيجة اللي أنا كنت عايزاها وراضية تماما عنها. بحب أشكر المركز الطبي والدكاترة اللي فيه وكل أصحابي اللي قالوا لي عليه. قصص نجاح المركز الطبي كتيرة، بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل. تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة. اختارت المركز الطبي. يلا بينا نرجع شباب. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد
مناسب لجميع أنواع البشرة. Masadora Gold is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masadora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Masadora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Masadora Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Masadora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masadora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing, and face lifting. Masadora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masadora Gold, your skin will look radiantly, softer, and firmer. Masadora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. Masadora Gold أحد منتجات ماسي جروب. واخيرا بشرتك مع ماسي اللي سيدات كتير جدا في مصر والعالم العربي وبنات واعمار مختلفه خالص يعني من 18 ل 50 60 70 بيستنوها وبيبقوا عاوزين يعرفوا معلومات اكتر. طبعا في شريحه كبيره جدا عرفت ماسي واتعاملت معاه وجربته وفي ناس تانية لسه ما تعرفش او عاوزه تعرف معلومات اكتر عنه. ايه الكريم ده؟ ايه الكريم اللي بيرجع شكل البشرة 10 سنين ورا؟ ايه الكريم اللي بيعالج المشاكل بتاعة البشرة دي كلها؟ يعني هل في حاجة كده ده سحر ولا حقيقة؟ هو طبعا حقيقة عن بشهادة ناس كتير وتجربة ناس كتير جدا. فاحنا النهاردة هنتكلم في فقرتنا دي عن Masadora Gold مع ضيفتنا العزيزة دكتورة دينا أبو السعود المدير الطبي لشركة ماسي فارم. ازيك دكتورة؟ أهلا دينا، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. يعني اعتقد ان كل الناس بقى عندها خلفية ومعظم السيدات والبنات والرجال بقوا عارفين. صح. بس طبعا في ناس كتير قوي لسه ما تعرفش، في ناس كتير ممكن تكون بتتفرج علينا لأول مرة طبعا أكيد. فعاوزين نقول لهم إيه موضوع Masadora Gold؟ إيه سر Masadora Gold؟ إيه الانتشار الرهيب اللي انتوا عاملينه ده؟ إيه النجاحات الكبيرة دي؟ يمكن يعني أقولك إيه، نص ستات مصر والوطن العربي جربوا ماسي. أنا أعتقد أكتر كمان. أعتقد أنا كمان. لأننا كله طول ما أنا ماشية في أي مكان بتكعبل في ناس استعملت ماسي وجربته وبتسأل عليه. فيعني الموضوع اتشهر بشكل كبير جدا. Masadora Gold فعلا اتشهر بشكل كبير، حقق نجاح كبير جدا في وقت قصير جدا يا يمنى. احنا في الماركت بقالنا سنتين ونص، فعلا لقى شهرة أكتر من منتجات بقالها سنين طويلة. ليه ماسي نجح النجاح ده؟ ليه ماسي اتشهر الشهرة دي كلها؟ لأن Masadora Gold يا يمنى الوحيد اللي هتلاقي فيه 56 مكون. Masadora Gold الوحيد اللي بنعتبره كورس كامل لعلاج كل عيوب البشرة من علامات التقدم في السن. Masadora Gold اتصنع في 6 سنين أبحاث عشان يقدر يلائم كل أنواع البشرة، يقدر يلائم كل ألوان البشرة. Masadora Gold الوحيد وانه من اقوى منتجات التجميل في العالم لعلاج التجاعيد اللي بتقرقنا كتير جدا، لعلاج الهالات السوداء، لعلاج تصبغات الجلد، اثار حب الشباب، لعلاج اي بقع ناتجه بقى عن الشمس، عن اثار حب الشباب او عن حب شباب، او حتى عن كوزماتكس. احيانا بيبقى في كوزماتكس بتعمل حساسيه في البشره بتبقى حمراء وبعدين بتقلب الحمار ده الغامق. Masadora Gold بيعمل يونيفاي سكين كولر، يعني بيقدر يوحد لون البشره ويفتحها بشكل كلي، يعني بشكل كده. Masadora Gold الكريم يقدر يشد الجلد. يبقى Masadora Gold عشان كده نجح النجاح ده، لانه فعلا الكريم الوحيد اللي يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن، ومش بس الستات، للرجاله كمان. يعني Masadora Gold ملائم لسيدات ورجال. بنات الصغيره في السن ليه تستخدم Masadora Gold؟ عشان تدي نضاره حلوه قوي.
يمكن بنات صغيره لسه ما عندهاش تجاعيد، لسه ما عندهاش هالات سودا، لكن وشها مطفي. وانس ان وشها مطفي كاريزمتها بتقل جدا. فاحنا عايزين حتى البنات الصغيره يبقى عندهم طله حلوه وكاريزما حلوه بما يسيد رجولد. هي الكاريزما دي، هي الفكره في الكاريزما دي. يعني انت ممكن تلاقي واحده حلوه زي القمر وما عندهاش كاريزما، صح، بايخه ما عندهاش كاريزما، وممكن تلاقي واحده تانية لطيفه ويعني مش بجمال التانية بس وشها كله كاريزما وجاذبيه ونور واشراقه. فهو ده اللي احنا بنقوله، الكاريزما اهم بكتير من انه يبقى شكلك حلو، ان يبقى عندك كاريزما. ويا سلام بقى لو شكلك حلو وعندك كاريزما، دي قصه تانية خالص، ده موضوع اخر. بس ميسي بيعمل الكاريزما دي، بيعملها ازاي؟ ان هو بينور الوش يا دكتور، بيحلي. يعني انا الكلمه اللي سمعتها كتير من ناس كتير، انا شكلي حلو. لا، واحنا على طول يا يمنى بنقول ده ميسي، ان ميسي دروجولد شعاره الاساسي انه يقدر يخلينا نبدو اصغر سنيا او شكليا 10 سنوات. عندي عملاء بيستخدموا ميسي دروجولد من الستات بيقولوا لي يا دكتوره دي انت بتقولي لي احنا هنصغر 10 سنين، انا حاسه اني صغران 20 سنه. فهو عشان كده بيحلي. يعني ايه ميسي دروجولد يقدر يصغر في سن البشره شكليا 10 سنين؟ يعني لو انت مثلا متصوره صوره زمان هتلاقي صورتك فيها بريق مثلا، وشك مشدود ما فيهوش تجاعيد، حتى وانت بتضحكي كل ده مفروض، وحتى وانت بتعملي كده ما عندكيش ال 111. بعد فتره لما بتيجي تصوري بتلاقي بقى مشاكل بقع، مشاكل هالات سودا، كل الحاجات دي. وبعدين بتقعدي بقى تحاولي تعملي فلاتر بالموبايل عشان تداري المشاكل دي. مش مشكله الصوره، المشكله انت لما بتنزلي وتقابلي المجتمع يبقى شكلك عامل ازاي. صح، على طول بقول الست مهمه قوي وهي نازله رايحه شغلها يبقى شكلها كويس، رايحه تعمل انترفيو في الشغل. على فكره المظهر من اهم حاجات اللي تقدر تتقبل في شغلها. نازله مع خطيبك لازم تبقي شكلك حلو جدا. وعلى فكره رجاله كتير قوي ما بتحبش الميك اب الاوفر. يعني يعني يقولها، وفي ناس ما بتحبش الميك اب خالص. انا قبل كده خطيب قال لي ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، مره قلت احط ميك اب، قال لي شكلك من غير ميك اب احلى بكتير. ففي فعلا رجال كتير يا يمنى ما بيحبوش الميك اب الاوفر. فتعمل ايه بقى؟ تقول لك انا بحط الميك اب عشان اداري عيوب. فهو خطيبها مش عاجبه الميك اب. فهي ميسي دروجولد فعلا بيدي نتيجه حلوه قوي. على طول بقول احنا داخلين في موسم افراح، فمحتاجين ان احنا نستخدم ماسي دروجولد عشان نديها الطله الحلوه حتى وهي قاعده في البيت. اكيد انا قاعده في البيت مش هحط يعني معاها، نستغنى عن الميك اب خالص بنسبه كبيره جدا. طبعًا يعني تبقى شويه ماسكارا كفايه وشويه روج كده بس كفايه قوي. بس عايزه اقول حاجه، عشان كتير عملاء بيكلمونا دلوقتي بيسالوا على العرض. العرض للاسف انتهى. احنا قعدنا فتره طويله جدا، كنا المفروض هنقعد اسبوعين، مديناها لاكتر من شهر. والحمد لله عندي عملاء كتير استفادوا بالعرض بشكل ممتاز، بس هو العرض انتهى عشان كنت لازم اقول للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا عليه. يعني ده خبر هيزعل ناس كتير. ميسي اتعرف بانه كريم الذهب، وان الذهب مكون اساسي من مكوناته. واي حد بيحطه ويشوف كمان الذهب طبعا يعني طبعا الذهب طبعا حاجه فخمه جدا ان هي تبقى في كريم، علشان كده هو فخم. يعني أكيد. هو انا بعتبره كريم من افخم الكريمات اللي اتعملت على مستوى العالم كلها. صح. فقول لنا بقى ايه المكونات الاساسيه فيه غير الذهب؟ غير الذهب عندك الكافيار. الكافيار مهم جدا يا يمنى. الكافيار فيه خير البحر كله، فيه معادن احماض امينيه مضادات اكسده. طب الكافيار هيعمل ايه في بشرتنا؟ احنا بناكله. فاولا بيبقى طعمه حلو قوي، ثانيا طبعا بيغذي جدا. الكافيار على البشره اهم. لان كل الاحماض الامينيه والبروتينز بتحطيها دايركت على بشرتك. يعني كتير يقول لي خلاص احنا هناكل كافيار ويبقى بشرتنا حلوه، عقبال ما بينزل كلكم بقى 20 كيلو كافيار. انت عارفه الجرام بكام دلوقتي؟ كافيار طبعًا يعني طبعًا. يعني لو قعدت في اي مطعم بالمعلقه الكافيار دلوقتي طبعًا. ماسي دروجولد ال 120 مللي كله كافيار. الكافيار انتي رينكل، يعني يقدر يعالج التجاعيد. وايتنينج ايفكت، بيعمل وايتنينج ايفكت عالي جدا، يعني يقدر يعالج هالات سودا، يقدر يعالج اثار حب شباب، يقدر يغنيكي فعلا تماما على الميك اب. كمان بيحتوي على الانتي اوكسيدنت، يعني بيعالج، وبعد ما بيعالج بيعمل وقايه من ظهور المشاكل دي تاني. فدي اهميه الكافيار. عندك الفيلر، ماسي دروجولد بيحتوي على فيلر بدرجه عاليه جدا. الفيلر ايه اهميته غير انه بيعالج التجاعيد؟ بيعمل رطوبه عاليه قوي يا يمنى. يعني اللي عايزين يعملوا فيلر ممكن يستغنوا عن ممكن يستغنوا عن 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 الفيلر والبوتوكس في حاله التجاعيد السطحيه. بيغني تماما عن الفيلر والبوتوكس. على طول بقول في التجاعيد العميقه بنصح باستخدام ماسي دروجولد مع الفيلر والبوتوكس. يمكن في سيدات كتير عندها تجاعيد عميقه وبتقولي دكتوره دينا انا مش عايزه الجا مثلا للحق ان انا كل ست شهور
لازم ارجع احقن. بقولها تستخدم عبوتين من ماسي لان التجاعيد العميقه بتحتاج فتره اطول. لان كتير يقولي طب انا دلوقتي جبت ماسي هحطه النهارده الصبح الاقي وشي مشدود ومفيش تجاعيد. النتائج دايما بيسالوا على النتائج بتبان بعد قد ايه. ماسي انت اول شهر بتشوفي نتيجه. اول شهر بتشوفي تحسن، الشهر الثاني بتشوفي تحسن اكتر، الشهر الثالث بتشوفي تحسن اكتر بالنسبه للتصبغات والتجاعيد. بعد ما بتخلصي الكورس بتلاقي وشك اتعالج تماما. ماسي دروجولد بيكفي قد ايه؟ بيكفي 6 شهور. لكن نتيجه النضاره والنعومه واحيانا شد البشره من اول الاستخدام. طيب هي 6 شهور هي كبيره مش أطلع. صغيره أطلع. يعني هتكفي ال6 شهور طبعا. طيب هل في طريقه معينه لاستخدام ماسي يا دكتوره دينا بما انه منتج فخم؟ في طريقه معينه؟ هو سهل، انا على طول بقول ماسي دروجولد السهل الممتنع. ماسي كريم بيتحط يوميا صباحا ومساء. عايزين نحطه مره واحده بس، بنفضل مساء. ليه مساء؟ ليه؟ عشان انت بتبقي راجعه من بره وبتنامي وبشرتك تبقى مرتاحه فتقدر تستفاد من ماسي دروجولد بكميه عاليه جدا. زي ما احنا شايفين الموديل على الشاشه دلوقتي، هي هنا غسله وشها، انت بتضغطي 3-4 ضغطات على كف ايدك بتوزيه على وشك كله، ما ننساش تحت العين وما ننساش الرقبه. هل ماسي دروجولد مناسب لتحت العين؟ مناسب جدا، لانه بيعالج التجاعيد والفاين لاينز اللي تحت العين، وكمان بيعالج الهالات السوداء، فما ننساش تحت العين. كتير بيسالوني كمان عن المسامات الواسعه. ماسي دروجولد بيحسن المسامات الواسعه لانه في استرنجنت ايفكت. كمان بيسالوني عن التهدلات اللي تحت العين. ماسي دروجولد بيقدر يحسن التهدلات اللي تحت العين لانه كمان بيشد الجلد وبيمتص بسرعه. طبعا. يعني للبشره الدهنيه يكون لطيف جدا، هايل للبشره الدهنيه طبعا. ليه ماسي دروجولد بيمتص بسرعه؟ كل العملاء اللي استخدموا ماسي دروجولد عارفين ان هو بعد 5 دقائق انت مش حاطه كريم، وشك فيه نضاره بس مش حاسه ان وشك مزيت. نتيجه ان ماسي دروجولد متصنع بطريقه النانو تكنولوجي، يعني كل الجزيئات صغيره جدا، تقدر تخترق السكين بارير وتقدر تخترق طبقات الجلد. كمان ماسي دروجولد اكوا بيز مش اويلي بيز، يعني يقدر يمتص كويس جدا. ماسي دروجولد مش بس مناسب للبشره الدهنيه، كمان للبشره الجافه والبشره المختلطه ايضا. طيب نروح لتقرير؟ يلا اتفضلوا. ماسي دروجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دروجولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دروجولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The 6 actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.
شفنا في التقرير ان لكم فروع كتير مش بس موجودين في مصر وليكم كمان ارقام كتير. هتقولي لي الفروع فين والتواصل معاكم بيكون ازاي؟ الشركه الرئيسيه بتاعتنا الشركه الام متواجده في ايطاليا، شركه ماسي فارم ايطالي. عندنا شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهره مصر، عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جولف مقرها جبل علي دبي الامارات، عندنا شركتنا الثانيه في دبي ماسي فارم جولف المستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات، قريب هنفتح في امريكا ماسي فارم امريكا مقرها ولايه فيلادلفيا الولايات المتحده الامريكيه. نقدر نتواصل فقط من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه بلس السوشيال ميديا صفحاتنا اللي على الفيسبوك. ماسي دروجولد مش موجود في الماركت خالص لان كتير بيقولوا لي بننزل ندور عليه. ماسي دروجولد حصري لشركه ماسي فارم الا ارقامها ظاهره على الشاشه. طيب يا دكتوره دينا، وكمان ماسي مرخص من ثلاث اماكن. ايوه مش مكان واحد، ثلاثه. يعني كل مكان اصلا من دول صعب جدا انه طبعا اي حد ياخد ترخيصهم لان هم في دقه شديده جدا. فيري ستريكت. فانتوا واخدين ثلاث حاجات. اول حاجه على طول ببتدي بيها وزاره الصحه المصريه. يعني ماسي دروجولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، وعلى كل علبه من علب ماسي دروجولد ورا العلبه رقم الترخيص، وترخيص ظاهر على الشاشه دلوقتي كمان. تاني حاجه ماسي دروجولد متصنع في ايطاليا يبقى مترخص من دول الاتحاد الاوروبي. كمان تالت حاجه مترخص من الامارات حكومه دبي، وشركه ماسي فارم الوحيده اللي بتعرض تراخيصها على الشاشه يوميا. وده دي حاجه كويسه جدا. ويمكن في ناس كتير قوي يا دكتوره دينا بتقول طب النتيجه هتبان بعد ماشي بعد مده وبشرتي هتتحسن بشكل كبير، هل انا مضطره بقى يعني بعد ما اخلص الكورس ايه اللي هيحصل لبشرتي؟ يعني هجيب تاني ولا هبقى خلاص اتعالجت، ولا هي فكرته زي البوتوكس والفيلر كم شهر وبتروح، ولا ايه بالظبط؟ بعد ما بتخلصي العلبه يمنى انت عليكي تحافظي. يعني على طول بقول دي مسؤوليه كل حد بيستخدم ماسي دروجولد، ان كل ما بتحافظي كل ما النتيجه بتطول معاكي. ماسي دروجولد مش زي الفيلر والبوتوكس في حاجه، ان الفيلر والبوتوكس انت بتشبعي بشرتك بالفيلر مره واحده تحت الجلد، لكن ماسي دروجولد انت ال 120 مللي فيهم فيلر، فانت بتشبعي بشرتك يوميا لمده 6 شهور بالفيلر. فانت بعد ما بتخلصي الكورس بشرتك بتبقى خلاص وصلت لتشبع تام بمكونات ماسي دروجولد، فبتقعد فتره طويله وشك كويس جدا ورقبتك. لكن كل ما بتحافظي انك انت تنزلي الشارع مثلا في شمس قويه جدا تحطي واقي شمس، دي حاجه مهمه. ما ننساش نشرب ميه، الجانك فود برده ساعات بيأثر. فانت كل ما بتطولي المده بتاعت انك انت تحافظي كل ما نتيجه ماسي دروجولد بتبقى احسن واقوى معاكي. لكن عايز اقول لك انا عملاء كتير مش بيستنوا وحيات ربنا، يعني فعلا عندي عملاء كتير قبل ما العلبه بتخلص اللي هو تقولي لا يا دكتوره دينا ابعتوا لي النهارده عشان فاضل ان انا احط النهارده بالليل بس. فلازم العلبه الجديده تبقى معايا عشان مش دونت سكيب يوم. يعني يعني كتير يقول لي طب يا دكتوره دينا انا احطه مره في الاسبوع، عايزاه يفضل فتره طويله معايا. ما ينفعش. يعني على طول اقول ما ينفعش، ده كورس لازم يتحط كل يوم. لكن لو نسينا يوم مش قضيه. لكن مش 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 ناخد على جده. وبعدين الحلو في ماسي انك انت بتحطيها مره يا مرتين. مش زي انك انت مثلا تبقى عندك 50 حاجه تحطيها. انا في دي مع كل الستات ان لازم تنسى. لكن ماسي 56 مكون، ال 50,000 حاجه اللي موجودين في التسريحه اختصرناها في علبه واحده، فدي حاجه سهله. فمش معنى ان احنا عملنا لك حاجه سهله جدا انها كمان تتنسي، فلازم يتحط يوميا لمده 6 شهور. نسينا مره ما فيش مشكله، نعيد تاني. بس هو المقصود ان عبوه واحده بتكفي لجميع المشاكل، يعني هي متصنعه لان هي تعالج في خلال الست شهور دول المشاكل البشره كلها، مشاكل علامات التقدم في السن اللي بتقرقنا جدا، والمشاكل اللي قدر يعالجها ماسي دروجولد مكتوبه على العلبه السكس اكشنز. لكن مثلا الحبوب اللي فيها دمامل لا، البهاء لا، لكن علامات التقدم في السن وان احنا نصغر طبعا يقدر يعالجها. بشكرك على وجودك معايا دكتوره دينا. شكرا لضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو السعود. حلقتنا خلصت، تقدروا تتواصلوا معايا او تبعتوا لي اي اسئله على صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. اي حد عنده سؤال او استفسار يبعتهولي على الصفحه دي. بنقابلكم يوميا 3 عصرا والاعاده بتكون 8 صباحا، والحلقات كلها موجوده على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام،
عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing, and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.